السلام عليكم. ما زال العالم يعيش تحت وطأة جائحة كورونا، وما زالت دول متقدمة تحوي أنظمة طبية وصحية متطورة، ما زالت تعاني من تبعات تفشي الحمى في مجتمعاتها. وبالرغم من أن هناك تنوعاً في وسائل مقاومة كورونا في الدول الكبيرة، من ذلك تشكيل خلايا إدارة أزمة تضم علماء وأطباء وخبراء تتولى إصدار القرارات المتعلقة بمواجهة الجائحة بدلاً من الساسة. بالرغم من ذلك، فإنه ليس معروفاً متى ستتمكن البشرية من القضاء على هذه الحمى. وسط هذا الواقع تبرز الحاجة إلى السؤال عن السياسة التي تتبعها الدول العربية في التعامل مع الوباء، وعن آليات اتخاذ القرار في مثل هذه الظروف، وعما إذا كانت هناك خطط معدة لدرء خطر أي تفشي محتمل لهذه الحمى في المستقبل. منذ تفشي وباء كورونا والعالم يسعى جاهداً لوقفه، إلا أنه يواصل حصد الأرواح على الرغم من الإجراءات الاحترازية العديدة التي جرى تطبيقها لوقف انتشاره. حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس تخطت حاجز 88,000، في حين تجاوز تعداد المصابين بالمرض 1.5 مليون، فيما ارتفعت حالات الشفاء إلى أكثر من 330,000 شخص حول العالم. الوطن العربي كان له نصيبه من هذه الإحصائيات، فقد سجلت فيه آلاف الإصابات، منها أكثر من 1250 حالة في العراق، بينما سجلت السعودية نحو 2000 إصابة، وتفرقت الإصابات الأخرى بين بقية الدول العربية. إلا أن هذه الحالات تعد قليلة بالنسبة إلى دول العالم الأخرى، مع ما يعانيه عالمنا العربي من انهيار في المنظومة الصحية برمتها، في ظل حكومات جل اهتماماتها البقاء في هرم السلطة. ومع قلق منظمة الصحة العالمية من الزيادة الكبيرة في تفشي الفيروس حول العالم، فقد اختلفت الإجراءات العربية ما بين تقييد الحركة العامة للسكان وفرض الحجر المنزلي المشدد ومنع الذهاب إلى دور العبادة والقيام بأي أنشطة أخرى وإغلاق حركة الطيران وفرض غرامات مالية كبيرة وعقوبات بالسجن للمخالفين. جامعة الدول العربية التي دعت منذ تأسيسها عام 1945 إلى التعاون والعمل الجماعي المشترك، إلا أن دولها اليوم تعمل بشكل منفرد في محاربة كورونا، في الوقت الذي أحوج ما تكون فيه إلى تضافر الجهود، ليس على مستوى العالم العربي فحسب، بل على المستوى العالمي. فقد أعلن مجلس الأمن الدولي عن عقد جلسة طارئة اليوم الخميس بشأن تفشي فيروس كورونا حول العالم، لتقديم إحاطة حول سياسات الأمم المتحدة في التعامل مع الوباء وسبل احتوائه. فيروس كورونا منح الأرض هدنة من الأنشطة البشرية، وأظهر عجز البشر وضعفهم وقلة حيلتهم، فلم يفرق بين دول عظمى وأخرى صغرى ونامية، الكل ينتظر بفارغ الصبر اكتشاف علاج للفيروس الوافد، والآمال معلقة على حرارة الصيف لتوقف انتشاره، لا سيما في الدول العربية الملتهبة بحرارة أجوائها ووضعها السياسي. للحديث عن هذا الموضوع معنا عبر سكايب من الخرطوم الأستاذ محمد علي الجزولي، رئيس حزب دولة القانون والتنمية، وعبر الهاتف من لندن الأستاذ بسام جعارة، الكاتب الصحفي. أهلا بكما ضيفي الكريمين. لو بدأت من الخرطوم أستاذ محمد، المنطقة العربية تتوسط العالم، وهي منطقة عبور وممرات دولية، وهي مقصد للسياحة، هذه المعطيات ترشحها لأن تكون موطئا لانتشار جائحة كورونا، ولكن مع ذلك الأرقام ضئيلة مقارنة بدول أخرى، بل ضئيلة جدا. هل من تفسير لذلك برأيك؟ أنا في تقديري الرأي العام في العربية أصلا هو لا يثق في النظام الرسمي العربي، لا يثق في النظام الرسمي العربي وإحصائياته، سواء تلك المتعلقة بموارد الدولة، بحجم الثروات الدولة، سواء تلك المتعلقة بالتعليم ونسبة نمو التعليم، سواء تلك المتعلقة بنسبة نمو السكان، أو حتى تلك المتعلقة بنتائج الانتخابات والنتائج التي يفوز بها حكام المنطقة، هذه النتائج التي تفوق 98%. فالنظام العربي لأنه يقيم أنظمة غير منتخبة، وأنظمة لا تقوم على دولة المؤسسات والقانون، ولا تقوم على أجهزة رقابية منتخبة انتخابا حرا من قبل شعوبها، وكذلك ليست هنالك صحف حرة تستطيع أن تنتقد الكلام الذي يصدر من الحكومات. لذلك الثقة هذه ستظل
تصاحب كل يعني تصريح او تقرير يصدر من النظام الرسمي العربي، بما في ذلك ما يصدر الان عن الحاله الصحيه في هذه الدول ونسبه الاصابه بجائحه كورونا المستجده. يعني أنت تشكك بالأرقام المفرج عنها في الدول العربية أستاذ محمد؟ ايوه نعم، هذا التشكيك كما ذكرت لك اخي الكريم ليس مرتبطا فقط بالارقام المتعلقه بجائحه كورونا، وانما متعلق بجمله امور، يعني نعم، المطرح يعني هنا أريد طبعا. يعني لعلي أكون يعني مهتما بحصر النقاش في دائرة جائحة كورونا، ما الذي يدفع الدول العربية إلى التكتم عن الأرقام الحقيقية إذا ما بنينا على ما تقوله بأن الأرقام لا تمثل الواقع؟ أولا طبعا معروف أن الإصابة بجائحة كورونا أو يعني جعل الأمر منتشرا على نطاق واسع هذا يضر بمسألتين، أولا يكشف عوار هذه الأنظمة وضعف النظام الصحي الموجود وقلة الإمكانيات التي ترصدها الأنظمة لمجال الصحة باعتباره من أعظم الخدمات وأهم الخدمات الأساسية، لكن هذه الأنظمة تنفق على الأمن وتنفق على الشرطة وتنفق على أجهزة تنفيذ القانون أكثر من إنفاقها على النظام أو النظام الصحي أو لكن النظام التعليمي قد يقول أو لك التربوي سائل أستاذ الثقافي. محمد، قد يقول لك متابع أو مستمع لما تتفضل به من أنه هذا ليس دليلا. ألمانيا، إيطاليا، إسبانيا، أمريكا، نصف مليون مصاب، تكاد تصل إلى نصف مليون مصاب، هل هذا يعكس تردي الأنظمة الصحية في تلك الدول المتقدمة؟ لا أنا لا أقصد أخي الكريم، أنا لا أقصد كثرة الانتشار تدل على تردي النظام الصحي، وإنما كثرة الانتشار تتطلب إجراءات وقائية، تتطلب مراكز مخصصة للحجر الصحي، تتطلب أدوار يجب أن تقوم بها وزارات الصحة. لما كانت هذه الوزارات الموارد المتاحة لها شحيحة جدا، المقدرات المالية المتاحة شحيحة جدا، لأن النظام العربي الرسمي ليست من أولويات صحة المواطن، لذلك الأموال التي ترصد لأجل وزارة الصحة أو للنظام الصحي وتدعيم النظام الصحي أموال ضئيلة جدا، فهي ستكشف عوار الميزانيات المرصودة للنظام الصحي وعجز هذه الدول عن توفير إمكانيات تواجه هذه الجائحة. من هذا الباب ليس نعم، لا أقصد أن مجرد الإصابة تعني فشل النظام الصحي، وإنما ماذا فعلنا بعد الإصابة لكي لا يعني تلقي هذه الحكومات على عاتقها بتكاليف ضخمة جدا تتعلق بتدعيم النظام الصحي وتوفير سيولة وأموال للنظام الصحي، هي تحاول أن تحاصر بهذه التقارير الكذوبة، أن تحاصر عملية الإحصائيات الحقيقية حول الإصابة. الأمر الثاني أن اقتصاديات هذه الدول اقتصاديات هشة جدا، وأغلب هذه الاقتصاديات قائمة على أموال من الخارج، سواء كانت دعومات أو استثمارات أجنبية من الخارج أو من السياحة. لما كانت هذه الأنظمة لا تقوم على اعتماد موارد ذاتية وطنية وإمكانيات وطنية ذاتية، وإنما من الدعومات الخارجية والاستثمارات الخارجية، فأيضا الانتشار هذه الجائحة داخليا ستوقف تدفق مثل هذه الأموال سواء كانت للاستثمار أو للنشاط الاقتصادي. طيب جميل، دعني أنتقل إلى لندن لأسأل الأستاذ بسام إجعار الكاتب الصحفي. أستاذ بسام، يعني في دولة مثل الإمارات يعني عدد سكان محدود لا يتجاوز المليونين نسمة، عدد سكان الإماراتيين يعني هناك تجاوز عدد المصابين بوباء كورونا 2000 إصابة، هل يمكن القول، حتى الكويت أكثر من 1000 إصابة تقريبا، يعني هل هذه الأرقام تعتبر ضئيلة إذا ما قسناها إلى عدد السكان، ألا تعتبر مرتفعة بالنسبة والتناسب؟ يعني اسمح لي احييك في ضيفك الكريم. اهلا وسهلا. بدي اقول بشكل واضح، المنطقه العربيه من الخليج الى القيد الان هي صندوق اسود، بمعنى لا تعرف، لا احد يعرف ما الذي يجري، ما هو حجم المشكله، ما هو عدد الاصابات، ما هو عدد المتوفين، هم يكذبون في كل شيء حتى في النشره الجويه. وانت تعلم والجميع يعلم انه عندما تهطل الامطار بغزاره تحدث فيضانات في المدن العربية في الشوارع الرئيسية، بمعنى هذه الأنظمة المهترئة من أقصى المحيط إلى أقصى المحيط، أن هي يعني عندها هم واحد، أن تحافظ على وجودها. وبالتالي اليوم كنت أقرأ نتائج استطلاع جرى في بلد عربي، ما بدي أسميه حتى لا نشاهد، يقول استطلاع أن ثلث الذين يتلقون الرعاية الصحية يدفعون أشوى في الحصول عليها. هذا واحد. ثانيا، إذا دققت بأرقام الموازنات، موازنة الدول تعرف الأرقام،
عندما يتم التحدث عن تخصيص 200 مليار و800 مليار و600 مليار لمواجهة مثل هذه الجائحة، وتعلم أن ميزانية بلد مثل سوريا لا يتجاوز 4 مليارات دولار. يعني استاذ بسام ارجو المعذره، صوتك لا يصل واضحا بما فيه الكفايه. سنعاود التواصل معك لعلهم من المصدر، يعني ساعود اليك. دعني اتحول الان الى غازي عنتاب مع الدكتور عبد الحنان جوجا، وهو مدير مكتب عنتاب والداخل للرابطه الطبيه للمغتربين السوريين، وهو يتحدث عن واقع جائحه جورانا في المناطق الخارجه عن سيطره نظام الاسد والخاضعه لفصائل الثوره السوريه. ارحب بك دكتور عبد الحنان جوجا. اهلا وسهلا بكم، حياكم الله. بدايه، هل هناك احصاءات رسميه لعدد المصابين بوباء كورونا في المناطق التي تخضع لاداره فصائل الثوره السوريه، وكيف يتم التشخيص؟ أخي الكريم، حاليا إلى هذه اللحظة لم يعلن عن إصابة واحدة، والأسباب عديدة. كان الحديث عن حالات مشتبهة، ولكن في تلك الفترة لم يكن يوجد تحاليل نوعية للفيروس، وبالتالي بقي الحديث عن حالات مشتبهة وتم علاجها، ولم تدخل إلى إحصاء رسمي بأن تحتسب حالات كورونا. في الأسابيع الأخيرة تم إدخال كيتات خاصة باختبار الكورونا من قبل منظمة الصحة العالمية، والأمر إلى هذه اللحظة لم يثبت وجود إصابة واحدة مؤكدة. الحديث في هذه المنطقة يشمل بشكل أساسي الوقاية، إجراءات الوقاية والاستعدادات لمثل هذه الحالات فيما لو حدثت. أما الحالات التي سبق الإشارة إليها فحالات انتانات رئوية مشتبهة، لم يثبت أنها كورونا لعدم وجود التحاليل بشكل رئيسي. دكتور عبد الحنان، يعني سأعود إلى لندن، يعني أرجو أن تبقى معي. أستاذ بسام، كنت تتحدث عن أن الدول العربية هي صندوق أسود، بعدما سألتك عن أن هذه النسب المعلن عنها، الأرقام المعلن عنها في عدد من الدول العربية، ردا على ما قاله ضيفنا من الخرطوم الأستاذ محمد علي الجزولي من أنها أرقام لا تعكس الواقع، أليست بالنهاية يمكن أن تكون واقعية بالنسبة والتناسب قياسا بعدد سكان تلك البلدان كالإمارات مثلا التي سجلت أكثر من 2000 إصابة، والكويت ذات العدد السكان الضئيل التي رفعت وصلت الإصابات فيها إلى ما يقارب 1000 إصابة؟ أنا مع اللي قاله ضيفك الكريم من السودان. أنا بدي أقول بشكل واضح، هذه الأنظمة تعتبر أن وجود هذا الفيروس أو هذه الجائحة في البلد الذي تحكمه تعتبره ينال، يعني مصيبة تنال من النظام أو تعيب النظام بتركيبته وبهيكله وبنيته الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. هم كما قلت يكذبون في كل شيء، وبالتالي نحن سمعنا جميعا وزير الصحة السوري، وزير النظام طبعا، ما الذي قاله عند بداية حديث عن كورونا؟ نفى وجود أي إصابة على الإطلاق، وقال يهذا الشعب السوري أنهم كافحوا جراثيم، أي الشعب السوري، منذ زمن طويل. طبعا بشار الأسد كان يتحدث عن وجود 7 ملايين جرثومة في سوريا. هذه يعني هكذا أنظمة تعامل مع هذا الوباء بهذه الطريقة؟ هل يمكن أن تقدم شيئا؟ على سبيل المثال، الطائرات الإيرانية بقيت تهبط في دمشق حتى يعني يمكن بضعة أيام خلت، تأتي معها الكورونا. وأنا بعرف تماما حوالي شهر ونص تم إعادة مسافرين لبنانيين جاءوا عبر طائرة إيرانية لدمشق وغادروا الباصات إلى لبنان عبر معبر المصنع، عادوهم بعد أن اكتشفوا أن هناك إصابات بالكورونا. بمعنى آخر، أيضا منطقة سيدة زينب تضم آلاف الإيرانيين الذين يأتون ويذهبون، والعراقيين، وأيضا في المناطق المحررة هذه الحشود الإيرانية الكبرى، يعني هؤلاء يأتون يعودون ويذهبون إلى إيران ثم يأتون إلى سوريا. هل من المعقول أن لا يكون هناك عدد إصابات وبالآلاف؟ النظام يكذب وجميع يكذب وجميع يراهن على الوقت، يعني. وأنا أعتقد تماما أن يتم دفن الآلاف كما جرى في الصين تماما. أنا أستطيع أن أؤكد اليوم أن هناك أكثر مليون صيني قتل وتم دفنهم. هذه الأنظمة الشمولية تكذب في كل شيء، تكذب في كل شيء. هل من المعقول أن لا يسجل حالة وفاة واحدة في الصين؟ 1.3 مليار، والمشكلة بدأت من الصين، الكذب بدأ من الصين. كشفت المشكلة منذ أكتوبر الماضي، ومنظمة الصحة العالمية التي تواطأت بحسنية أو سونية مع الصين
لم تعلن عن ذلك منذ أكثر إلا منذ حوالي 100 يوم. نعم. اللي طيب. بتقوله بشكل واضح الآن الموضوع مسيء منذ اللحظة الأولى سواء من قبل الشرق أو الغرب، يعني إيران كذبت، الصين كذبت، وبعتقد الكذب حجمه قليل بالدول الأوروبية هناك، يعني طبيعة تلك الأنظمة لا تسمح ب يعني إلا الكشف عن العورات. وهناك مؤسسات مراقبة يصعب على النظام السياسي هناك في الدول الأوروبية يعني يمكن أن يخفي الحقيقة. أستاذ بسام سأعود إليك، لكن أنا مضطر لأن أكمل المحادثة مع الدكتور عبد الحنان لأنه سيغادرنا بعد قليل. دكتور عبد الحنان، أنت قلت بأنه لا توجد، لم تثبت إصابات في الداخل السوري الذي يخضع لسيطرة أو إدارة الفصائل الثورة السورية. هل عدم وجود أو عدم ثبوت إصابة دليل يكفي للاطمئنان بأنه لا توجد إصابات أصلا؟ وسألتك عن كيفية التشخيص، وهل تم التشخيص على نطاق واسع أو الفحص؟ تشخيص أخي الكريم، عدم تشخيص إصابات لا يعني أبدا عدم وجودها، كما ذكرت بسبب غياب اختبارات التشخيص الدقيقة، لذلك لا نستطيع أن نقول بأنه لا توجد حالات، بل أشير من قبل عدد من الأطباء إلى زيادة في نسبة بعض وفيات انتانات الصدر، ولكن دون تأكيد أنها مماثلة على الأقل سريريا للكورونا. الذي نتكلم عنه أنه في ظل ازدحام شديد للمخيمات ووجود نقص في البنية التحتية ونقص في الرعاية الصحية في هذه المناطق، لا قدر الله لو بدأ الانتشار لهذا الفيروس لتحول إلى جائحة كبيرة. لذلك كل ما نستطيع قوله إلى الآن أننا نسير بإجراءات وقائية، نسير بتوعية المجتمع، تأمين خيم للعزل، تخفيف الزحام على القطاع الصحي، توعية الناس، هذا كل ما نستطيع تقديمه. وحديثا ذكرت لك دخول عدد قليل من الكتات التي تساعد على التشخيص، التوجه نحو تجهيز 3 مشافي للعزل فيما لو بدأنا تشخيص الحالات. طيب في الداخل السوري من الذي يقود المواجهة في مواجهة الجائحة؟ من الذي يتخذ القرار؟ عملية التنظيم وحماية المواطنين من الذي يقوم بها؟ حقيقة هناك جهات عديدة متضافرة، تبدأ من القطاع الصحي والذي يشرف عليه المديريات، إضافة للمجالس المحلية والمنظمات الداعمة. لا يوجد جهة واحدة راعية، لكن يقود هذا الأمر مديريات الصحة والتي تقوم على مبادرة واسعة، ومجموعة يعني مقاربة تاسك فورس تدير هذا الأمر طبعا، وتعتمد على المواد او على الدعم المقدم من منظمه الصحه العالميه، والذي الى الان لم يرقى الى الحد المطلوب. طيب دكتور عبد الحنان جوجه، مدير مكتب عنتاب والداخل للرابطه الطبيه للمغتربين السوريين، شكرا جزيلا لك، وهذه مشاركه ربما تعكس حال مناطق هشه كثيره مثل الداخل السوري. انا اذهب الى الاستاذ محمد علي الجزولي مره اخرى لاسالك، لنبني على فرضيه ان هذه الأرقام غير دقيقة، الأرقام المعلن عنها في الدول العربية غير دقيقة، ما الذي يعني يجعل هذه الدول تعطي أرقاما غير دقيقة، خصوصا وأن تفشي هذا الفيروس أو هذه الحمى يعني قد يشكل تهديدا حقيقيا لنظام الحكم نفسه؟ طيب لا، صحة المواطن في هذه الدول هي عبارة عن بيزنس، هي بيزنس تستثمر فيه الحكومة الحاكمة، ولذلك إذا كان انتشار المرض يعني خراب هذا البزنس بألا تتدفق الأموال من الخارج الاستثمارية وأن تطرب السياحة، فعندئذ سيكون القرار السياسي وأن نقول ليست هنالك أمراض يعني. وإذا كان إعلان أمراض على درجة كبيرة جدا وانتشار هذا المرض سيؤدي بدعومات من منظمة الصحة العالمية وبأموال ستأتي من المنظمات الدولية لكي تدعم هذه الأنظمة، فعندئذ يمكن أن ترفع الأنظمة من نسبة المصابين. ولذلك يمكننا أن نعطيك بعض الأنظمة ضخمت نسبة المصابين لأمرين اثنين. مثلا النظام المصري مثلا السيسي كان قد خرج وقال ليست هنالك إصابات بالكورونا وليست لدينا إصابات بالكورونا، لكن عندما سمع أن منظمة الصحة العالمية يعني تخصص للدول ما يقارب ال 450 مليون دولار لتدعم القطاع الصحي اذا ما انتشرت كورونا، في يوم واحد اعلن عما يزيد عن 5000 حاله، بينما ما بين اعلانه عدم وجود
إصابات وإعلانه وجود ما يزيد عن 5000 لم يتجاوز 48 ساعة. عندنا مثلا في السودان، في السودان الآن هنالك حالة من الاحتقان بسبب الضائقة المعيشية، بسبب تدهور الحالة الاقتصادية، بسبب شح الوقود وشح الدقيق وارتفاع أسعار السلع الضرورية. هذا الأمر كان سيؤدي لانفجار ثورة شعبية في مواجهة حكومة قوى إعلان الحرية والتغيير والعمل على إسقاطها. فيبقى العلاج هنا أن تقوم قوى إعلان الحرية والتغيير بإعلان نسبة من الإصابة لكي تقوم بحظر التجول ونشر حظر للتجول لكي تمنع الناس من التظاهر والنزول للشوارع. بعض المؤسسات الطبية عندنا في السودان هنا إلى الآن غير مقتنعة أن هنالك حالة إصابة واحدة، دعك من أن تكون هنالك 14 إصابة و20 إصابة و50 إصابة. هنا في السودان بعض المؤسسات الطبية تقول لا توجد حالة إصابة واحدة في السودان، بينما الحكومة تقول هنالك 14 وتريد أن ترفع أن تزيد أيضا من هذه الأعداد. الحكومة أعلنت هنا في السودان عن وفاة أحد المصابين، زعمت أنه توفي بسبب كورونا، فقامت أسرة المتوفى بفتح بلاغ في وزير الصحة والمؤسسات الصحية التي زعمت هذا الزعم، لأن ابنها كان يعاني أصلا من أزمة قلبية، من مرض في القلب من قبل عدة سنوات يعني، ولم تخشاه كورونا. فإذا صحة المواطن السوداني محل، أو صحة المواطن عموما العربي هي محل الاستثمار السياسي، للاستثمار السياسي. فإذا كان الاستثمار السياسي سيكون محصلة جيدة لانتشار المرض يزيدون في الأرقام، وإذا كانت الاستثمار السياسي سيكون محصلة جيدة لتقليل عدد الإصابات يقللون عدد الإصابات. نظام عربي غير صادق، غير شفيف، لا يقوم مع المعايير الحكم الراشد من مؤسسات منتخبة، من صحافة حرة، من مراقبة لسلوك السلطة التنفيذية، من انتخابات حرة ونزيهة يمكن أن تلقي بهم خارج سلطة الحكم إذا أخفقوا في صحة المواطن أو توفير الخدمات لهم. نظام عربي موبوء بهكذا مشاكل تتعلق بالاستبداد، وإن وضع على وجهه مساحيق ديمقراطية يريد أن يعني يجمل بها وجهه القبيح، هذا النظام لا يمكن أبدا أن يثق فيه الرأي العام العربي، ولا أن تثق فيه حتى المؤسسات الإقليمية والدولية في أرقام يمكن أن يعرضها بين يديه. طيب أريد أن أسأل، تحدث قبل قليل الأستاذ بسام عن تسييس هذه القضية، أريد أن أسألك أستاذ بسام عن الخدمة السياسية التي تحققها التكتم عن الأعداد الحقيقية، ثم سؤال مركب حقيقة، إلى أي مدى يمكن أن تؤثر دعوة منظمة الصحة العالمية لدول الشرق الأوسط وجلها دول عربية للتعامل بشفافية مع ما يحدث بشأن كورونا؟ يعني خليني أبدأ المشتق الثاني من السؤال الأخير. يعني ما طلبت منظمة الصحة العالمية من أنظمة العربية كان عليها أن تبدأ بنفسها، بمعنى آخر هي تواطأت وأخفت المشكلة، يعني لم تعلن عن المشكلة إلا منذ 100 يوم، وكما قلت بدأت المشكلة في أكتوبر في الصين، وصمتت منظمة الصحة العالمية بل حاولت أن تخفف من أثر القضية. اللي بدي أقوله بشكل مبدئي، ما جرى حتى الآن من خلال هذه الجائحة سوف يؤدي إلى إعادة النظر بأوضاع جميع المنظمات الإقليمية والدولية، من الأمم المتحدة ومنظماتها، الصحة العالمية لليونسكو إلى آخره، إلى بقية منظمات الاتحاد الأوروبي وجميع. الأمر الآخر، أنا بدي أقول الأمر يطرح مسألة العلاقة بين الأمن والحرية. واضح تماما الآن من خلال تصرفات معظم الدول ليست العربية فقط بل الأوروبية أيضا، إيطاليا، إسبانيا، فرنسا، الجميع، أن مسألة العنصرية ستزداد. كان يفترض أن يصبح العالم أكثر تعاونا بعد أن جرى ما جرى، ولكن واضح من الآن أن معظم الأنظمة سوف تكون أكثر استبدادا من الماضي تحت عنوان تأمين الأمان للمواطنين. على سبيل المثال في أكثر من بلد عربي تم اعتقال الآلاف بدعوى أنهم خالفوا قانون طوارئ الصحي. أنا بدي أسأل الآن، إذا كان 30-40% من شعوبنا اليوم بيومه ورزع على الله، يعني إذا ما اشتغل باليوم لا يستطيع أن يؤمن قبز أهله، قبز داره، فكيف يستطيع أن يبقى معزولا أو مسجونا في الدار؟ هو سيموت جوعا، وبالتالي هؤلاء تعرضوا لوضع بالشكل التالي، إما أن تموت جوعا أو أن تموت بالكورونا، والأنظمة لم ترحمهم أبدا. حتى الواقي، القناع الواقي يباع بيعا ولا يقدم من قبل هذه الأنظمة. وإذا رأيت ما تصرفه على الأمن، على سبيل المثال الجميع يعرف أن سوريا كان بها أكثر من 300 ألف عنصر أمن. نعم. قبل الثورة. طيب هؤلاء أليسوا على حساب المنتجين؟ هم يصرفون، هم
يعني لهم موازنات هائلة، معظم موازنات الدول العربية تصرف على الجيوش. يعني كنت أتابع أرقام التسلح في بعض دول شمال إفريقيا، يعني مع من ستشتبك الجزائر أو المغرب حتى يكون هناك هذا السباق بالتسلح بين الطرفين؟ هل هناك حرب مع إسبانيا؟ نعم. هل هناك حرب مع مالطا؟ على الإطلاق، ولكن نعم. ربما يجري على حساب الشعوب في معظم الدول العربية. طيب والله أنت تحدثت أستاذ بسامة طبعا عن موضوع الدخل المحدود للمواطن العربي، سأبحثه معك ومع ضيوفي الآخرين بعد العودة من الفاصل. هذا فاصل قصير ومن ثم لنا عودة. أسعدكم الله، عدنا للحديث عن سياسة الدول العربية وخططها في مواجهة جائحة كورونا. إلى الخرطوم سريعا أستاذ محمد، العالم اليوم كله أمام جائحة تخترق كل الحدود، وحتى الآن الأنظمة المتقدمة والمتطورة تعجز عن وضع حد لهذا الوباء. في هذا السياق ربما يحسن السؤال عن السياسة العامة التي تتبعها الدول العربية بغض النظر عن نسبة الأرقام لتمثيل الواقع، هذه السياسة التي تتبعها الدول العربية في التعامل مع هذه الحمى، كيف تواجه هذه الحمى؟ طيب أنا في تقديري هذه الجائحة تحتاج نوعين من السياسة، تحتاج سياسات صحية تتعلق بالحجر الصحي، تتعلق بإيقاف الطيران وإلى غير ذلك من الإجراءات الصحية التي يمكن أن تحد من انتشار هذه الجائحة، وهذا أمر يتكلم فيه المختصون من الأطباء والمتخصصون في الصحة العامة إلى غير ذلك من الأمور. لكن هنالك شق نصفي فارغ من الكوب، وهي أن هذه الإجراءات الصحية ستكون لها ارتدادات اقتصادية، ارتدادات على جيب المواطن البسيط الضعيف، ارتدادات على كسبه، لا سيما أولئك الذين يعني رزقهم رزق اليوم باليوم كما يقولون، أصحاب الأعمال الهامشية، أصحاب الأعمال اليومية اليدوية، الحرفيين، قطاع واسع من تجار القطاعي وهكذا، فهؤلاء سيتضررون ضررا كبيرا من الحظر من هذه الجائحه ومن حظر التجول، لا سيما اغلاق متاجرهم مبكرا. ستكون عليهم كثير من الديون للمؤسسات البنكيه المصرفيه، كثير من الديون لتجار الاستيراد والتصدير، كثير من الديون على تجار الجمله. اذا قطاع التجار القطاعي او القطاع العريض من تجار القطاعي والتجزئه، وكذلك قطاع عريض من تجار من الحرفيين والعاملين والذين يعني يكسبون رزقهم، هؤلاء سيتاثرون تاثرا كبيرا جدا. يعني اذا كانت الاجراءات الصحيه تقييم الاصابه بالمرض ومن ثم الموت بالمرض، فلا بد للحكومات اذا كانت راشده واذا كانت يعني حقيقه حريصه على مصلحه مواطنيها ان تقيم كذلك من الاجراءات الاقتصاديه والدعومات الاقتصاديه للقطاع الخاص ولقطاع الضعفاء بطريقه تقييم الموت جوعا. يعني اذا لم يموتوا مرضا سيموتوا جوعا، مع هكذا سياسات عرجاء. يعني يجب ان تقوم هذه السياسات على قدمين، وليس على قدم واحد، على قدم صحي وعلى قدم اقتصادي يراعي هذه الاسر الضعيفه والاسر الفقيره. طيب لمزيد من الضوء على هذه القضية دعنا سويا نرحب بالأستاذ عمرو دراج رئيس المركز المصري للدراسات، ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول. مرحبا بكم أستاذ عمرو. أهلا وسهلا أستاذنا. الآن الدول الأوروبية بالتحديد شكلت خلايا لإدارة هذه الأزمة، هي تقوم على فريق من المختصين والعلماء والأطباء، هم أصحاب القرار في مواجهة هذه الجائحة. هل يمكن أن ترصد لنا، وأنت مسؤول سابق، يعني المسار أو الملامح العامة للسياسة التي تتبعها الدول العربية في مواجهة هذا الخطر المحدق بالمجتمعات؟ أنا والله مش بتابع كل الدول العربية، لكن أقدر أتكلم عن مصر، يعني اللي أنا بتابعها عن قرب كمسار أو كنموذج. يعني
الحقيقة هو الموضوع في مصر بيعمل زي أي موضوع، بيعمل كمسألة يشرف عليها العسكر، يشرف عليها الجيش بشكل كامل. وبالتالي الموضوع صندوق أسود، يعني زي أي حاجة ليها علاقة بأسرار عسكرية. إحنا لا توجد لنا أي فرصة إن إحنا نعلم تفاصيل السياسات أو إيه الخطط التي يواجه بها الوباء أو أي شيء من هذا القبيل. وإنه أي إنسان يتحدث في هذا الموضوع يبقى بيشكك وبيبقى عدو الدولة وضد الدولة إلى آخره يعني. والحلول الحقيقة اللي احنا شايفينها أمامنا دلوقتي هي بتتكلم على بأكثر من طريقة يعني. أولها سياسة الإنكار، إنه احنا عندنا مصر دي بلد محفوظة وإنها مذكورة في القرآن، وبالتالي هي لن يضر أهلها، وانه ما يحدث في البلاد الخارجيه لن يحدث عندنا، وان احنا عندنا يعني مترصدين لهذا الموضوع بشكل حاسم يعني. المهم هي سياسه الانكار. ايضا هناك تجاهل او اخفاء، خلينا نقول، لحقيقه الاعداد اللي هي المصابه او انها تتوفى يعني بسبب هذا الوباء، بسبب بسيط انه اعداد الاختبارات حتى الان لازالت اعداد قليله جدا. وبالتالي نسبه اللي بيعرفوا ان هم مصابين بالنسبه لهذه الاختبارات تعتبر نسبه قليله يعني. احنا حاليا في مصر يعني منذ بدايه الوباء حتى الان لم تتعدى العدد الاجمالي للاختبارات 25,000 اختبار، في حين ان في بلد زي تركيا مثلا، يعني انا مش هاخد بلد متقدمه قوي، بلد يعني قريبه من مصر، عدد الاختبارات اللي وصل اليوم حوالي 28,000 اختبار في اليوم الواحد. وبالتالي انه الاصابات في العدد الحقيقي لا يظهر. ثانيا او ثالثا، الوفيات اللي هي بتتوفى بالكورونا لا يذكر انها بسبب كورونا، يذكر مثلا وفاه بسبب التهاب رئوي او ازمه تنفسيه او ازمه قلبيه، عارفين دي حاجات من مضاعفات الكورونا، لكن هذا لا يذكر في الاحصائيات. وبالتالي المشكلة إيه؟ طالما لا توجد عندنا إحصائيات دقيقة، لا نستطيع إن إحنا نحدد الأماكن، ولا نستطيع أن نتعامل مع الموضوع بشكل منهجي، وبالتالي مع الأسف هناك فرصة كبيرة لانتشار الوباء في الأيام القادمة، يعني دون أن يكون هناك تصور واضح لكيفية المواجهة. طبعا تقارير كثيرة جدا بتتحدث عن هذا الواقع اللي بتأتي يعني من الناس في مصر. طيب استاذ عمر، هناك اتجاه عالمي لتبييض السجون، اخلائها من نزلائها، بينما في الدول العربيه وفي القلب منهم مصر حقيقه هناك ممانعه لاخراج هذه المساجين، ما يرقى الى درجه المغامره ان لم يكن المقامره حتى بمستقبل ربما نظام الحكم. كيف تفسر هذه الممانعه في تبييض السجون؟ والله هو النظام اصلا في مصر لما بيلقي الناس في السجون هو يعني يكاد تكاد تكون هناك شبه التعمد في ان هم مع الوقت يعني اعداد كبيره منهم يتوفاها الله بسبب غياب الرعايه الصحيه والاهمال الطبي. واحنا عندنا اعداد تقترب يمكن من 1,000 حاله توفت بالاهمال الصحي في مصر للمسجونين في خلال السنوات القليله الماضيه. عندنا مثال واضح، الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهوريه رحمه الله. فاساسا لا يوجد اهتمام اصلا بالمساجين الاصحاء، وبالتالي موضوع ان هم يعني يمرض هؤلاء او يتوفوا هذا لا يلقى اهتمام، لان هو دي السياسه اساسا يعني. وبالتالي انه ما هذا يعني بالنسبه لهم والله هو خير، ما احنا عايزين كده. لكن طبعا اللي بيغفل انه لا قدر الله لو انتشر هذا الوباء في السجون، الناس بتتعامل مع جنود ومع عساكر ومع ضباط السجن، وهؤلاء يرجعوا إلى بيوتهم ويعني يختلطوا بأهلهم، وبالتالي ممكن تكون في خطورة على انتشار الوباء بشكل أكبر. جيد. فالنظام الحقيقة لا يعني لا يلقي بالا لهذا الأمر ولا يعني يفعل مع شيء. عطفا على ما ذكرته أستاذ عمر، سؤالي الأخير لك عطفا على ما ذكرته من أن هناك خطورة حقيقية لأن ينتقل إلى العائلات، عائلات الجنود وعائلات الجيش المصري، هل يمكن هذا الخطر الذي تحدثت عنه يمكن أن يغير آلية وميكانيزمات التعامل من قبل الدولة مع هذا الجائحة برأيك؟ هو لكي يمكن التعامل مع الجائحة أو مع أي شيء ينبغي أن يكون هناك معلومات، وينبغي أن يكون هناك دراسة، وينبغي أن يكون هناك استعداد للاعتراف بالحقيقة لكي يمكن التعامل معها. لأن إحنا يعني إحنا اللي بنراه في كل دول العالم المحترمة
تقارير، بتطلع تقارير يومية، عدد كبير من الاختبارات، النسب بتطلع بشكل مظبوط. احنا طبعا مصر بتطلع نسب وارقام لكن هي كلها خاطئة، لان زي ما ذكرت لحضرتك عدد الاختبارات يعني غير كافي يعني. فازاي يعني نتوقع من هذا النظام يتعامل بشكل ايجابي مع هذا الموضوع؟ انا مع الاسف يعني غير متفائل اطلاقا انه يكون في نوع من انواع المواجهه الحقيقيه لهذا الموضوع من جانب النظام. اتمنى انه هذا المسلك يتغير، لان ده في خطوره على الشعب المصري كله يعني، لانه ده مش موضوع سياسي وموضوع ما بين المعارضه وما بين الحكومه، هذا موضوع سيطال الجميع. احنا عندنا في شخصيات كبيره اصيبت بالمرض وتوفاها الله، في لواءات في الجيش، في رجال اعمال كبار، وبالتالي الموضوع ليس فقط للناس الغلابه زي ما بنقول، لا ده الموضوع بيطال الجميع. احنا عندنا الاستاذ محمود جبريل نعم السياسي الليبي المعروف توفى بالكورونا، وهو كان قابل يعني عرف انه قابل عباس كامل رئيس المخابرات، وبالتالي عباس كامل دخل في فتره حظر، وعباس كامل يقابل السيسي طبعا بشكل يومي. طبعا لم يحدث لهم شيء، لكن انا اللي عايز اقوله انه الموضوع المرض يعني هو غير بعيد عن الجميع، وينبغي انه الجميع يدركوا ان هذا الموضوع غير سياسي او غير مسيس، نعم وينبغي مواجهته لانه في خطوره كبيره جدا على جميع افراد الشعب المصري بمختلف طوائفه. أستاذ عمرو دراج رئيس المعهد المصري للدراسات، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. أنتقل إلى لندن. أستاذ بسام، من الذي يقود المواجهة عربيا؟ يعني آلية اتخاذ القرار في مواجهة هذا الخطر المحدق، كيف يتخذ القرار؟ تدير قضايا الاقتصاد والسياسة والحرب وكل شيء، هي التي تدير هذه المسألة، هي التي تقرر حتى في الإعلام ما الذي يجب أن يقال. يعني هل يمكن أن نعترف بوجود إصابات؟ هل نعترف وجود متوفين؟ وما تأثير ذلك على النظام الفاشل الأمني العسكري الذي يحكم البلد؟ أنا اسمح لي بس سير بسرعة، من ضمن المعتقلين في سوريا اللي يتجاوز عددهم 400,000 هناك أكثر من 7,000 طبيب، عندنا أسماء موثقة بأسماء 7,000 طبيب. أمريكا كانت منذ أيام تقول أنها تستقبل أي طبيب من أي جنسية في العالم ليساهم في مكافحة الوباء، ولكن ال7,000 لم احكي عنهم موجودين الان بالسجون، والنظام امام مأزق. هو يخشى اطلاق سراح هؤلاء، ويخشى ان يعرف تعالى كم عدد الذي تم تصفيتهم جسديا. لكن استاذ بسام، النظام يعني في سوريا يعني ربما ليس جالسا، يعني عزل منطقه السيده زينب وهي منطقه طبعا تستحوذ عليها الميليشيات الاجنبيه القادمه من ايران وبعض الدول المحيطه بها، وعزل قريه منين القريبه من الحدود اللبنانيه او الموديه الى مناطق تمر بها قوافل حزب الله، يعني يعمل هو على مواجهه هذه الجائحه. يعني هو عزل جرمانة أيضا، وأنا بأكد لك تماما أني سوف يعزل جميع المدن. أتمنى أن لا يكون هناك أي خاطئ، هم بالأخير أهلنا. ولكن أنا بدي أكد لك وبشكل واضح أن هذا الوباء سينتشر، وأنه ستكون هناك كوارث كبرى. يعني عندما تضع 490 في مساحة لا تتسع لأكثر من 30، ماذا تنتظر؟ يعني هذا الوباء سيحل هناك. يعني اليوم عندما يكون هناك طابور خبز، طابور الناس فوق بعضها على امتداد مئات الامتار، ما الذي تتوقعه؟ عندما يكون هناك طوابير للحصول على السكر، على الرز، على اي ماده اخرى. يعني بدي اقول هلا اللي ما بيقدر يحل مشكله الخبز هل سيستطيع حل مشكله الكورونا مثلا؟ مستحيل. هذا النظام الفاشل الامني في سوريا وغير سوريا لا يعني الناس، يعني طيب هذا سنبحثه بعد الفاصل في المحور الأخير أستاذ بسام، خاصة وأن هذه الجائحة ربما تشكل تهديدا حقيقيا لاستقرار البلاد، وبالتالي يشكل خطرا على بنية الحكم في هذه الدول. سنبحث هذا بعد فاصل أخير إن شاء الله. يرجى من مشاهدي قناة الرافدين الفضائية استقبال بث القناة على مدار القمر نايل سات وفق التردد 1-2-3-8-0 أفقي.
أهلا بكم من الجزء الأخير من هذه الحلقة. أستاذ محمد علي في الخرطوم، حقيقة بعض الدول العربية اتبعت سياسة العزل الصحي وأخرى اختارت طريق الحظر التجول، وفي الحالتين هناك تداعيات اقتصادية على دخل المواطن الذي يعيش باليومية. السؤال هو، هناك خوف وخطر من تفشي في الدول العربية، تفشي هذه الجائحة، هل يمكن هذا التفشي أن يدفع الدول العربية لاتباع سياسة استراتيجية خطة عامة، وما هي الخطة هذه التي يمكن أن تتبعها لمواجهة أي تفشي محتمل؟ طيب، طبعا الجائحة في حقيقة هي جائحة اقتصادية، جائحة صحية ليست اقتصادية ولا سياسية، ولذلك القرار يجب أن يكون عند الاختصاصيين المتعلقين بالصحة العامة، الأطباء، المؤسسات الطبية هي التي تقرر فيما إذا كانت هنالك يعني حالة انتشار أم ليست هنالك حالة انتشار. ويبقى الجانب الاقتصادي، الجانب السياسي، الجانب التشريعي القانوني، الجانب الإعلامي التوعوي إلى غير ذلك، هم تبع للجانب الصحي. ولذلك يجب أولا أن نبني دولة مؤسسات، نحترم المؤسسات المتخصصة داخل الدولة، ونجعل القرار فيما إذا كان هنالك خطر ونسبة هذا الخطر وتمدد هذا الخطر واحتمالات هذا التمدد، هذا يصبح قرار طبي يعني بامتياز، ومن ثم تتبعه قرارات أخرى تكون تبع له تعالج الآثار المترتبة على أي إجراءات ينصح بها الأطباء، مثل الآثار المتعلقة حتى بالتعليم، بالجانب التعليمي، لأن هنالك مثلا مدارس أغلقت، جامعات أغلقت، امتحانات تم تأجيلها. لكن أستاذ محمد، أنت تقول بأن الطب، القرار طبي بالدرجة الأولى، لو أسند القرار والصلاحيات إلى وزارة الصحة، هل تملك وزارات الصحة في الدول العربية من الفرق الطبية ومن الخطط والاستراتيجيات والإمكانات الكفيلة بمواجهة هذه الجائحة؟ هو من ناحية أنها تمتلك الخبرات الصحية والطبية المتأهلة جدا التي يمكن أن تحدد ما إذا كانت هنالك يعني درجة من الخطر أم لا، هي تمتلك. دولنا العربية تصدر الأطباء إلى أوروبا، تصدر الأطباء إلى آسيا، تصدر الأطباء إلى أفريقيا. أستاذ محمد، الموضوع ليس متعلقا بالأطباء، الموضوع ليس متعلقا بالأطباء، وإنما بإمكانات لوجستية. أعلم ذلك، أقول لك من ناحية الخبرات الطبية توجد خبرات طبية، لكن هذه الخبرات الطبية قد تنصح بإجراءات، هذه الإجراءات الميزانيات الموضوعة لوزارة الصحة تعجز عن القيام بهكذا إجراءات. يعني يمكن أن ليست المشكلة في الخبرات الطبية، وإنما المشكلة في الميزانيات الموضوعة للمجال الصحي في عالمنا العربي، هذه ستقف عقبة. العقبة الثانية أحيانا القرار الأمني والسياسي لديه سيادة حتى على القرار الطبي، حتى على القانون، حتى على التشريعات، حتى على القرار التعليمي. فإذا رأى الساسة مثلا أن إعلان على هذا النحو سيضر بمصالحهم السياسية، سيضر بصفقات ما يقيمونها، بأمور ما تحت الترابيزة، يمكن أن يجبروا المؤسسات الطبية على تقليص هذه النسب أو تضخيمها، سواء كان تقليص أو تضخيم. هذا أس المشكلة في عالمنا العربي، أس المشكلة في عالمنا العربي التدخل السياسيين في كل صغيرة وكبيرة، تدخل السياسيين في الطب، تدخل السياسيين في الرياضة، تدخل السياسيين في الاقتصاد، تدخل السياسيين في التعليم، هذه أمة المشاكل في عالمنا العربي. ولذلك في هكذا وضع لا أعتقد أن هذه الدول تستطيع حماية المواطن العربي من أي تداعيات، سواء كانت تداعيات صحية أو تداعيات اقتصادية أو تعليمية أو غيرها من المجالات التي يتأذى منها المواطن العربي. طيب، سأختم سؤالي الأخير للأستاذ بسام جعارة من لندن. أستاذ بسام، يعني أنت قطعت الأمل من أي خطة ممكن أن يعتمدها العرب في مواجهة الجائحة، لكن الحقيقة الواقع خطير، دول كبيرة تسقط أمام هذه الجائحة، أمام هذه الهجمة. على الأقل لا يمكن لهذه الأنظمة مثلا العربية التي أنت تعارضها أن تقف مكتوفة الأيدي تجاه تهديد خطير يتهدد شعوبا تحكمها في النهاية، حتى الأمر مرتبط بمصالحها. هل يمكن أن هذا التفشي أن يدفع إلى باتجاه خطة عربية متكاملة ومنسقة للحفاظ على مصالحها السياسية من خلال مواجهة هذه الجائحة برأيك؟ لا توجد أي خطة لا عربية ولا أقليمية ولا على مستوى التكتلات الجغرافية المتقاربة
يعني مثل الاتحاد المغاربي على سبيل المثال أو دول الخليج، عندي دولة بشكل واضح هذه الأنظمة لا يعنيها بقاء ولا حتى كل البشر. لو كان الأمر غير ذلك لما رأينا ما يعني. على مثال أنت أعطيك بلد كان يفترض أن يقال ما هو بلد ديمقراط لحد كبير تتمتع به الصحافة بحرية كبيرة، أحكال يعني انتهت من الناس أدى إلى وجود دين على الدولة تجاوز 100 مليار. ومنذ يومين كانت الجمهورية اللبنانية يستجدي وفدا دولي للحصول على الأموال، وهو يعرف تماما كيف تم نهب هذه الأموال التي أدت إلى تراكم الديون في قطاع الكهرباء لوحده. كان هناك نهب بحدود 25-30 مليار دولار. يعني في مثل هذا ما تتوقع أن يفعلوا؟ لن يستطيعوا فعل أي شيء إطلاقا. والأمر لا يتعلق بالمال فقط، بل يتعلق بطريقة إدارة الدولة. يعني على سبيل المثال هناك تجربة صغيرة ممكن تكون يعني تعطي بعض الصوت. في تونس البرلمان أعطى صلاحياته خلال الفترة الحالية إلى الحكومة لكي تتمكن الحكومة من إصدار التشريعات اللازمة. وفي كل بلد في العالم عندما تقع أزمة يتم مشكلة، يتم تشكيل خلية أزمة تضم يعني مختلف أطراف اللي إلها علاقة، يعني وزارة المالية، وزارة الصحة، وزارة التعليم، الأمن، الجميع. وتكون مهمة هذه الخلية إدارة الأزمة من أجل التوصل إلى حلها. نعم. في الدول العربية لن يكون ولن يكون ولن يكون بدليل نحن منذ ثلاث أشهر نتابع ما يجري سواء في العراق، سوريا، أو لبنان أو مصر، ولا ترى الألاعي والأكاذيب. الجميع يلعب، الجميع يكذب، ولكن بكل أسف سوف تتكشف فضائح كبرى خلال الأسابيع القادمة عندما ينفجر الوضع ويتم الإعلان عن أعداد هائلة من الوفيات. ونأمل آمل أن أكون مخطئا في ذلك. طيب أريد أن أسأل الأستاذ محمد علي الجزولي في الخرطوم، إذا ما تحقق ما تنبأ به غير متمنيا الأستاذ بسام جعارة من لندن، من إذا ما قرر كورونا التفشي والانتشار في عدد من الدول العربية، ما الصورة التي ننتظر أن نشاهدها وهذا ما لا نرجوه طبعا؟ والله بالتأكيد ستكون صورة يعني كارثية، ذلك لأنه حتى الأفراد هنا الأفراد على المستوى الفردي لا يمتلكون إمكانيات تمكنهم من أن يقوا أنفسهم أو ينقوا ذويهم. يعني في المجتمعات الأوروبية ربما إذا يعني تجاوزت الجائحة إجراءات الدولة وجاءت إلى الأسرة ربما تجد الأسرة لديها من الإمكانيات ما تستطيع أن تقي به نفسها، لكن هنا المجتمعات العربية مجتمعات في معظمها مجتمعات فقيرة، مجتمعات ريفية، مجتمعات حتى الموجودة في المدن منها هي المدن مكتظة جدا، الأعمال هنالك أعمال أغلبها هامشية، فهذا الوضع من الفقر ومن التدهور الاقتصادي ومن العوز سيجعل الابتلاء كبير جدا أمام الأفراد والأسر والمجتمع المدني العربي لكي يعني يواجه بمعزل عن النظام الرسمي هذه الجائحة. ولذلك هذا الأمر سيكون له ارتدادات خطيرة جدا على المجتمع العربي إذا لا قدر الله انتشر المرض على نحو ما هو موجود الآن في إيطاليا أو في الدول الأوروبية، فستكون النتائج كارثية جدا يعني أكثر من هي موجودة في الدول الأوروبية التي تتمتع بنظام صحي قوي ومتين. أشكرك جدا مشاهدين الكرام، هذا ختام هذه الحلقة. أشكر ضيوفي الكرام، كان معي عبر سكايب من الخرطوم الأستاذ محمد علي الجزولي رئيس حزب دولة القانون والتنمية، وعبر الهاتف من لندن الأستاذ بسام جعارة الكاتب الصحفي. كل الشكر لكم، في حراسة الله.